اهلا بيكم الاخوه والاخوات، اهلا بيك الاخ عبد الله، الاخ نايف، الاخت شروق العصيمي، اهلا بيكم جميعا في اللقاء الحي التاسع. وان شاء الله هنستكمل. اهلا بيكم جميعا، وان شاء الله سنستكمل الموضوعات بتاعتنا. هنستكمل الموضوعات بتاعتنا، احنا كنا واقفين عند الحلقة رقم 18 اللي هي بعنوان التنبؤ بالطلب، واحنا عندنا حلقة نظري ثم موضوع عملي. شكرا لكم. طبعا بعتذر عن الإشكاليات التقنية اللي قابلنا يوم الأربعاء الماضي ولم نتمكن على إثرها من أداء اللقاء الحي. ولكن سيتم طبعا تعويض هذه اللقاءات، يعني انتوا لو طلعتوا دلوقتي هتلاقي انا عامل بناء ل 14 لقاء حي، يعني احنا المفروض ناخد 12 هناخد 14، عشان كده اللقاء الاول كان فيه بعض الاشكاليات التقنيه، واللقاء الماضي اللي هو كان الثامن فيه بعض الاشكاليات التقنيه. فسيتم طبعا تعويض هذه اللقاءات اكيد، بحيث ان يكون مجموع اللقاءات المقدمة تماما 12 لقاء. معايا الإخوة والأخوات ولا مش معايا؟ واضح الإخوة والأخوات ولا مش واضح؟ ها؟ هل في أي مشكلة في الصوت حضراتكم؟ ما أعتقدش إن حد بيشتكي. واضح الصوت الحمد لله؟ الحمد لله. يا مسهل الحال، يا مسهل الحال. يا مسهل الحال. طبعا انا الاستاذ ولا الطالب يعني لا يتمنى وجود اي اشكاليات تقنيه، يعني الجهد اللي احنا بنبذله في اللقاء اللي فيه اشكاليات تقنيه يعني بيكون مضاعف. لكن لما بتكون الامور ماشيه سلسه كده نحمد ربنا وان شاء الله تمشي سلسه باذن الله. احنا في اللقاء التاسع واحنا واقفين دلوقتي في التنبؤ بالطلب اللي هو الحلقه رقم 18. يعني اذا يا روز اذا ربنا يخسر كده في اللقاءات الحيه احنا قدامنا ثلاث اسابيع بالظبط. قدامنا ثلاث اسابيع بالظبط. يلا الحمد لله. قدامنا ثلاث اسابيع بما فيها هذا الاسبوع ان شاء الله. قدامنا ثلاث اسابيع، وطبعا ده كده نكون مخلصين قبل موعد اللقاءات الحيه اللي هو قبل انتهاء موعد اللقاءات الحيه المحدد من قبل العماده كمان، يعني نكون مخلصين بدري ان شاء الله. طيب نبدأ يا جماعة، نبدأ. آمين يا رب. آمين يا رب. نبدأ في اللي هو بقى الحلقة 18 اللي بعنوان التنبؤ بالطلب اللي هي نظرية بالكامل. ودي حضراتكم هنبدأها من طرق التنبؤ بالطلب. يمكن تصنيف طرق التنبؤ بالطلب إلى الأنواع التالية. ألف الطرق غير الرسمية للتنبؤ بالطلب. وهي طرق لا تعتمد على منهج محدد يمكن للأشخاص استخدامه،
ولكنها تقوم على البديهة وسرعة الفهم وفطرة التوقعات. باء الطرق الرسمية للتنبؤ بالطلب. باء الطرق الرسمية للتنبؤ بالطلب، وهي التي تعتمد على منهج محدد يمكن للأشخاص استخدامه. وتصنف الطرق الرسمية للتنبؤ بالطلب إلى نوعين هما: واحد، الطرق الوصفية للتنبؤ بالطلب، الطرق الوصفية للتنبؤ بالطلب، وهي تستخدم عادة في عمل التوقعات طويلة الأجل وعندما لا تتوفر البيانات التاريخية عن أرقام الطلب السابقة على المنتج، أو عندما تكون هذه البيانات محدودة. ومن أمثلة الطرق الوصفية للتنبؤ بالطلب آراء الخبراء، آراء رجال البيع، استقصاءات المستهلكين، وطريقة ديلفي. وطريقة ديلفي. اثنين، الطرق الكمية للتنبؤ بالطلب. اثنين، الطرق الكمية للتنبؤ بالطلب. تعتمد الطرق الكمية للتنبؤ بالطلب على البيانات التاريخية عن الطلب كأساس لتقدير الطلب المستقبلي، أو من خلال إدخال عناصر أخرى خارجية في التحليل. وتصنف الطرق الكمية للتنبؤ بالطلب إلى نوعين هما: أول حاجة، تحليل السلاسل الزمنية. تحليل السلاسل الزمنية، وهي أبسط الأساليب الكمية وتصلح فقط للتنبؤ قصير الأجل جدا، ويرجع ذلك إلى أنها تفترض ثبات الكثير من المتغيرات الخارجية المحيطة، ولا ينصح باستخدامها في ظل ظروف التغيرات الدائمة على مستوى الطاقة أو على المستوى القومي أو في تحليلات الأجل الطويل. ومن أمثلة الأساليب التي تعتمد على تحليل السلاسل الزمنية أسلوب المتوسط المتحرك البسيط، أسلوب المتوسط المتحرك المرجح بالأوزان، أسلوب التمهيد الأسي، وطريقة خط الاتجاه العام. وتفترض كل أساليب تحليل السلاسل الزمنية أن الزمن هو المتغير المستقل دائما. أن الزمن هو المتغير المستقل دائما. والله يا أخ محمد، يعني قصير الأجل عموما هي فترة ما دون السنة، هو يعتبر قصير الأجل. قصير الأجل هو ما دون السنة، ومتوسط الأجل يعني يعني متوسط الأجل من سنة إلى 3 سنوات، وطويل الأجل من 3 سنوات فأكثر يعني. وعموما يا أخ محمد ويا أخت لولوة، خليكم بس معايا، ده الكلام بصورة عامة. هذا الكلام طيب، هو الكلام ده صحيح بصورة عامة، ولكن هذا الكلام يختلف من صناعة إلى أخرى أيضا يعني. يعني حكاية متوسط الأجل وطويل الأجل وقصير الأجل ده ممكن يختلف من صناعة، أو مش ممكن، ده أكيد بيختلف من صناعة إلى أخرى. يعني لما نقول مثلا في الجوالات وكلام من ده والأجهزة الكمبيوتر، ودي طبعا معدل دوران المعرفة في ها الصوت، تمام يا جماعة، محدش بيشتكي يا أخت بدور، طالما محدش بيشتكي يبقى الأمر خاص بيكي أنت. طالما الحد ما حد، يا جماعه خدوها قاعده كده يعني، لما بيكون المشكله عامه بتلاقي كل الناس بيشتكوا، لكن ما حدش بيشتكي تبقى المشكله خاصه يعني، دي امر بديهي يعني لما بتكون. طيب ما خليكم بس معايا، فيا جماعه يعني هو الكلام بصوره عامه يعني، اقل من سنه ده يعتبر قصير الاجل. تمام، حضرتك، واحنا جاوبناك. اقل من سنه ده يعتبر، او سنه فاقل يعتبر قصير الاجل، اكثر من سنه لاقل من 3 سنوات ده يعتبر متوسط الاجل، واعلى من 3 سنوات ده يعتبر طويل الاجل. ولكن الامر يختلف برضه من صناعه الى اخرى. الامر يختلف من صناعه الى اخرى، يعني لو احنا الصناعات اللي هي اللي فيها معدل دوران المعرفه عالي زي الجوالات وزي اجهزه الحاسب، ممكن يقول لك طويل الاجل يعني 3 سنوات يعتبر طويل الاجل، ومتوسط الاجل مثلا يعتبر مثلا 2 سنين مثلا، وهكذا يعني. والدليل حضراتكم يعني الغالبيه العظمى من الناس ما بيحتفظش بجواله لفتره طويله من الزمن يعني. هو بيغيره نتيجه الحاجات الجديده بتنزل بسرعه، صح ولا مش صح؟ اللي احنا بنقول عليه علميا بقى اللي هو معدل دوران المعرفه عالي. معدل دوران، لكن لما تيجي زي صناعة زي صناعة الغزل والنسيج مثلا على سبيل المثال، هتلاقي معدل دوران المعرفة فيها أبطأ شوية، فممكن ينطبق عليها هذه المقاييس. ممكن تنطبق عليها هذه الإيه المقاييس.
فخلي بالك ده كلام عام صحيح، ولكن يختلف من صناعة إلى إيه؟ يختلف من صناعة إلى أخرى. طب نكمل. يبقى إحنا كنا خلصنا وتصرف كل أساليب تحليل السلاسل الزمنية أن الزمن هو المتغير المستقل دائما. الطريقة الثانية في الطرق الكمية للتنبؤ بالطلب اللي هي تحليل العلاقة السببية. وعادة ما تكون الأساليب التي تعتمد على تحليل العلاقة السببية معقدة، فهي تتضمن أرقاما تاريخية عن عوامل خارجية من شأنها أن تؤثر على الطلب على المنتج، وتستخدم هنا أساليب إحصائية أكثر تقدما، وتعد تلك الأساليب مناسبة أكثر للتنبؤ متوسط الأجل. وفي تحليل العلاقة السببية يكون المتغير المستقل متغير اقتصادي آخر غير الزمن. متغير اقتصادي آخر غير الإيه؟ غير الزمن. وده حضراتكم المطلوب في هذه الحلقة، جزء نظري بسيط ما فيهوش مشاكل. الحلقة الجاية بقى، والله هو احنا يعني يا أختي الفاضلة احنا دخلنا على طول على الطرق بتاعت التنبؤ. إذا كنت عاوز تعريف للتنبؤ والطلب، هو تقدير مستقبلي لقيمة ظاهرة ما بهدف الاستعداد لهذه الظاهرة. بس حضرتك المطلوب هو ما في يدك. الأخت غالية أو عالية، معلش النقطة مش واضحة يعني بالنسبة لي. المطلوب ما هو في يدك يا أخت الفاضلة واللي احنا بنقراه، أظن غالية يعني أظن غالية. المطلوب يا أخت غالية هو ما في يدك. تمام، المطلوب هو ما في يدك، فما تسأليش عن أي أمور تخرج عن اللي في إيديك. ما تسأليش عن أي أمور تخرج عن اللي في إيديك. أظن واضح يعني. إذا كنت أنت عاوزة تعرفي التعريف مني كده بصورة ودية، فهقولك أن التنبؤ بالطلب هو تقدير لقيمة ظاهرة ما. طبعا الظاهرة ما هي عندنا هي الطلب. هو تقدير لقيمة ظاهرة ما بهدف الاستعداد لها. طيب ممكن نقول تحليل السلاسل الزمنية وتحليل الأقصى. أيوة أكيد يا ريس، دائما المتغير المستقل في تحليل السلاسل الزمنية هو الزمن. يا نايف لا مفيش مراجعة ولا حاجة، كل اللي احنا بنعمله طول الفصل ده مراجعة. يا أخ نايف، دائما في تحليل السلاسل الزمنية الزمن هو المتغير المستقل، بينما في تحليل العلاقة السببية المتغير المستقل متغير آخر غير الزمن. عشان كده اسمها سلاسل زمنية، لأن المتغير المستقل فيها هو الزمن، لأن هي بتفترض أن التاريخ يعيد نفسه. معايا يا نايف؟ أساليب تحليل السلاسل الزمنية دي بتعتمد على بيانات تاريخية للتنبؤ بالطلب. تمام، يعني أنت ما بتسألش يعني. ماشي. لا نهتم بكل التفاصيل. يعني نهتم بكل التفاصيل يا أخ نايف، نهتم بكل التفاصيل. يا جماعة انتوا محيرين نفسكم ليه؟ أنا محدد لكم الحاجات من بداية الفصل وبنطلع عليها كلمة كلمة وحرف حرف، وبعدين أي سؤال برد عليكم. ماشي أنا هكمل، حاضر. فأنتم يعني بتشتتوا نفسكم ليه؟ المطلوب هو ما بين أيديكم، اللي بين أيديكم ملخص استقلال وصارة والإضافات على الملخص والحلقة 29 من المرئية. خلاص الحاجة محددة زي الشمس، واضحة زي الشمس. طيب نكمل بقى حضراتكم، نروح للحلقة 19 اللي هي بعنوان التنبؤ بالطلب، وهناخد بقى ألف طرق التنبؤ الذي تعتمد على تحليل السلاسل الزمنية، وهناخد واحد المتوسط المتحرك البسيط. واحد المتوسط المتحرك البسيط. من أبسط الأساليب التي يمكن استخدامها للتنبؤ أسلوب المتوسط المتحرك البسيط، وعلى الرغم من بساطة هذا الأسلوب إلا أنه أكثر أساليب التمهيد شيوعا، وواضح من الاسم أنه يعتمد على تقدير الوسط، والوسط ببساطة هو متوسط أكثر من رقم، ويحسب بجمع هذه الأرقام ثم قسمتها على عددها. أما لفظ المتحرك هنا فيعبر عن خاصية هامة عند القياس، وهي أن الأرقام أو القيم التي تستخدم لحساب المتوسط في فترة معينة تختلف عن الأرقام التي تستخدم لحساب المتوسط في الفترة التالية لها،
ولكن بينهما علاقة حسابية معينة، وهي أن جزء من الأرقام المستخدمة في فترة ما يدخل في حساب متوسط الفترة التالية، يدخل في حساب متوسط الفترة التالية. طيب، ويمكن التعبير حسابيا عن المتوسط المتحرك البسيط كما يلي. خلي بالكوا بقى من المعادلة، وأنا بأكد عليكم أهو يا جماعة، أي حاجة فيها معادلة لازم نكون عارفين صياغة المعادلة، بسط ومقام إيه، ولازم نكون عارفين معنى رموز المعادلة، ولازم نكون عارفين كيف نطبق المعادلة بالأرقام. طبعا الكلام ده قلناه من بداية الفصل مرارا وتكرارا. القانون، صياغة القانون، رموز القانون، تطبيق القانون. طيب، ويمكن التعبير حسابيا عن المتوسط المتحرك البسيط كما يلي: أقصى اليمين ميم بار تاء، بار دي الشرطة اللي فوق وترمز للمتوسط. طبعا هيعرف المتغيرات بعد كده ما تقلقوش يعني، ولازم طبعا تعريف المتغيرات نكون عارفينه كويس. ميم بار تاء بتساوي شرطة كسر كبيرة فاء تاء ناقص واحد زائد فاء تاء ناقص اثنين زائد نقط زائد فاء تاء ناقص نون، كل ده مقسوم على نون. خلي بالكوا بقى، في كل التنبؤ ميم ترمز للمتوقع وفاء ترمز للفعل. طيب خلاص، لو مش واضحة عندك ادخلي على اللقاءات التلفزيونية المسجلة واعملي لها برنت سكرين، مش قضية. لو مش واضحة عند سعادتك المعادلة، أي حد مش واضحة عنده، طيب خلاص يا شروق، ادخلوا على الحلقة التلفزيونية المسجلة ويعملوا لها برنت سكرين، بس مش أكتر من كده يعني. خلي بالكوا بقى، ميم دائما في كل التنبؤ يا جماعة، ميم ترمز للمتوقع وفاء ترمز للفعل. ميم ترمز للمتوقع وفاء ترمز للإيه؟ للفعل. يبقى ميم برتا بتساوي شرطة كسر البسط فوق فاء تاء ناقص واحد زائد فاء تاء ناقص اثنين زائد نقط زائد فاء تاء ناقص نون، كل ده مقسوم على نون. حيث ميم بار تاء الطلب المقدر للفترة تاء. ميم بار تاء الطلب المقدر للفترة تاء. فاء الطلب الفعلي للفترات السابقة للفترة تاء. نون عدد الفترات المستخدمة في حساب المتوسط المتحرك البسيط. تاء الفترة المراد التنبؤ بالطلب لها. يبقى نخلي بالنا نعرف القانون كويس وصياغته وبسطه ومقامه ومعنى رموزه. تعالوا بقى ناخد المثال ازاي يتطبق القانون. تعالوا ناخد المثال ازاي يتطبق القانون. طيب، باستخدام المثال يا جماعه، المثال باستخدام ارقام الطلب الفعليه بالوحدات المتوفره عن احدى السلع خلال الخمس سنوات السابقه مستخدما طريق المتوسط المتحرك البسيط المطلوب. واحد، احسب رقم الطلب المتوقع للفتره السادسه باستخدام ثلاث فترات متوسط متحرك. اثنين، في نهاية عام 2009 اتضح أن رقم الطلب الفعلي 50 وحدة، احسب رقم الطلب المتوقع لعام 2010. وبعدين مديني الجدول في السنة 2004 2005 2006 2007 2008، وبعدين الطلب الفعلي، ده الطلب الفعلي بالوحدات طبعا 24 46 84 44 26. خلي بالكم يا جماعة، خلي بالكم دايما ميم للمتوقع وفاء للفعل، فاء للفعل. خلي بالكوا، خلي بالكوا يا جماعة، إن شاء الله الأمور سهلة. حد عنده مشكلة في الصوت يا جماعة؟ حد عنده مشكلة في الصوت؟ طيب، يبقى الأخت الفاضلة من عندك أنت، الحمد لله، الأخت الفاضلة من عندك أنت، من عندك أنت، مش من مش مش عام. طيب خلاص، يبقى من عند حضرتك، ما علينا ما علينا، يلا يلا يلا. خلاص خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. طيب تعالوا بقى حضراتكم، هو طريقه المتوسط المتحرك البسيط دي طريقه بسيطه جدا. خلاص يا جماعه، خلاص خلاص خلاص، خير الحمد لله. طريقه المتوسط المتحرك البسيط دي طريقه بسيطه جدا. يعني ايه طريقه بسيطه جدا؟ بنقسم مجموعه من القيم على عددهم بس. يعني انتوا مثلا، لو انتوا مثلا 10 طلاب حاضرين، لو 10 طلاب حاضرين مثلا يعني، ولكم درجات معينه، لو انا عاوز اجيب درجه الطالب المتوسط هتقول لي هتجمع درجات ال 10 دول وتقسم على عددهم. دي كلها فكره المتوسط، دي كلها فكره المتوسط، ودي فكره بسيطه جدا. طيب
فهو بيديني بيانات تمام معروف. خلي بالك بقى يا نايف، انا بتكلم في التنبؤ بالطلب. هو في التنبؤ بالطلب بيديني بيانات فعليه في التنبؤ. يعني ايه بيانات فعليه؟ يعني بيانات تاريخيه، يعني بيانات تاريخيه. يعني انت لما تكلمني عن بيانات من 2018 و17 و16 و15، دي كلها بيانات فعليه، صح ولا مش صح؟ وانت بقى بتستخدم البيانات الفعليه دي في الوصول الى الطلب المتوقع. يبقى خلي بالك البيانات الفعليه لازم تكون معطاه. الطالب ما بيطلعش بيانات فعليه، الطالب بيطلع حاجات متوقعه. واضح يا جماعه؟ الطالب ما بيطلعش بيانات فعليه، الطالب بيطلع المتوقع، وبيطلع المتوقع بناء على الفعل. بتطلع المتوقع بناء على الفعل، فدايما دايما الفعل لازم يكون معطى، دايما الفعل لازم يكون ايه؟ معطى. ده دايما لازم طبعا. طيب تعالوا بقى حضراتكم، هو بيقول ايه؟ نرجع كده للمثال. باستخدام ارقام الطلب الفعليه، يبقى هو مديني بيانات فعليه اهو في الجدول، بالوحدات المتوفره على احدى السلع خلال الخمسه سنوات السابقه. بيقول لي مستخدما طريقه المتوسط المتحرك البسيط احسن. احسب ايه يا عم؟ اول حاجه بقى بيقول لي احسب رقم الطلب المتوقع للفتره السادسه باستخدام ثلاث فترات متوسط متحرك. طبعا هو مديني خمس فترات، 2004 دي واحد، و5 دي اثنين، وبعدين 3 و4 و5. فهو عاوز يجيب الطلب المتوقع للفتره السادسه باستخدام ثلاث فترات متوسط متحرك. هو اللي قال لي ثلاث فترات، طيب اخد احدث ثلاث فترات ولا اقدم ثلاث فترات؟ هو قال لي ثلاث فترات، اخد احدث ثلاث فترات. يا لولو احدث. انا عاوز اتنبأ للفترة السادسة يا لولو، عاوز اتنبأ للفترة السادسة باستخدام ثلاث فترات. منطقي ان انا اخد الاحدث لانه الاقرب، صح يا ناس؟ فنيجي اهوت يا جماعة، نيجي اهوت في الحل واحد بتطبيق معادلة المتوسط المتحرك البسيط. يتضح أن واحد بتطبيق معادلة المتوسط المتحرك البسيط يتضح أن هو عاوز يجيب ميم بار 2009 اللي هي الفترة الثالثة. هو عاوز يجيب ميم بار 2009 اللي هي الفترة السادسة، فياخد البسط الثلاث فترات اللي قبلها. هياخد الفاء بتاع 2008 زائد الفاء بتاع 2007 زائد الفاء بتاع 2000 طبعا فاء هنا يعني فعلي، ويقسم على نون اللي هو عدد الفترات المستخدمه في حساب المتوسط اللي هو ايه؟ يعني 3. فبتساوي 26 زائد 44 زائد 84 على 3 بتساوي 51 و33 من 101 تقريبا. هل فيها اي مشاكل يا جماعه؟ هل فيها اي؟ هو قال باستخدام ثلاث فترات متوسط متحرك، يبقى لازم اخد احدث ثلاث فترات واقسم على عددهم. لا يا مريم ما قلناش كده يا مريم. طب اذا هو نص قال باستخدام فترتين، اذا هو نص قال باستخدام اخد احدث فترتين، صح؟ لو هو نص قال بدل ثلاث فترات باستخدام فترتين اخد احدث فترتين، طبعا عمره ما هيقول اقل من فترتين، صح؟ لانه هيبقى فترتين، هياخد احدث فترتين ويقسم على عددهم اللي هو اثنين. لا هو يا اختي الفاضله، هو يا امل، هو عاوز للفتره السادسه اللي هي بتاعت 2009 يا امل. ما هو بدا ب 2004 لغايه 2008، هو رقمهم من واحد لكام؟ لخمسه. فقال لك للفترة السادسة اللي هي 2009. طبعا طبعا ايوه يبدو. اذا ثلاث فترات نقسم على ثلاثة، اذا فترتين نقسم على، طبعا ما فيش حاجة اقل من فترتين، اذا اربعة نقسم على اربعة. ماشي؟ طب واذا طلبني خالص؟ لا الطلب الفعلي لازم معطى. طيب اذا تركني خالص، ما قالش ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، ناخد جميع المشاهدات المتاحه لدينا ونقسم على عددهم. انا ممكن اقول لك احسب الطلب المتوقع للفتره السادسه واسيبك، او اسيبك يعني ايا كان صيغه الكلام. انا طبعا بتكلم للمذكر والمؤنث. اذا انا قلت لك
هات لي الطلب المتوقع للفترة الايه السادسة وستة، ولا سطر اتنين ولا ثلاثة ولا أربعة، اجمع جميع المشاهدات وتقسم على عدد، جميع المشاهدات وتقسم على عدد. واضح يا جماعة ولا مش واضح؟ ده كده لسه بقى المطلوب الثاني. خلي بالكوا بقى، أول المطلوب الثاني كده احنا فهمنا يا دكتور كلمة متوسط وبسيط، بقى لنا كمان بقى نفهم كلمة متحرر. هو عاوز يقول ايه يا جماعة في كلمة متحرر؟ ركزوا بقى معايا، هو عاوز يقول ايه؟ هو انت توقعت ال 2009؟ ايوه هتقول له انا توقعت ال 2009. طيب وهي 2009 دي هتفضل دايما، يعني انا مثلا انا ممكن اديك في الاختبار بيانات فعلية لغاية 2018 واطلب منك التنبؤ بتحت 19. ماشي فهمناها دي يا دكتور خلاص. هل السؤال بقى في الخطوة اللي جاية، هل 2019 هتفضل دائما مستقبل ولا هيجي 2019 تبقى فعلية؟ استحالة ان 2019 هتفضل مستقبل، هتنتهي في يوم من الايام اكيد، صح ولا مش صح؟ ويبقى هناك قيمة فعلية. وبعدين يطلب مني في الحالة دي التنبؤ بقى، يبرافو عليك يا نايف، ل 2020. بالظبط. يطلب مني بعد كده التنبؤ ل 2020. تمام؟ يطلب مني التنبؤ ل 2020. عشان كده طب لما يطلب مني التنبؤ ل 2020 هتقول لي بقى اخد 19 زائد 18 زائد 17 واقسم على 3. يعني كل الحكاية ان انت اسقطت المشاهدة الاقدم ودخلت المشاهدة الاحدث بعد كده. عشان كده اسمه متحرك. عشان كده اسمه ايه؟ متحرك. عندما تظهر مشاهدة فعلية جديدة نسقط اقدم المشاهدات وندخل المشاهدة الجديدة مكانها. دايما بنحدث السلسلة. واضح يا جماعة؟ تعالوا نشوف بقى المطلوب. المطلوب الثاني يلا. طبعا المطلوب الثاني هو امتداد للمطلوب الايه الاول. المطلوب الثاني هو امتداد للمطلوب الايه الاول. يا مريم عندما تظهر مشاهدة فعلية جديدة. نسقط اقدم المشاهدات وندخل المشاهدة الجديدة موضعها. زي ما هتشوف يا مريم دلوقتي. يلا يلا بس يلا. تعالوا المطلوب الثاني، وهو امتداد للمطلوب الاول. المطلوب الثاني في نهاية عام 2009. خلي بالكوا بقى لما يقول لي في نهاية عام 2009 يبقى يكلمني فعلي، صح؟ خلي بالكم من الكلام. لما يقول لي في نهاية عام 2009 يبقى يكلمني فعلي، صح؟ صح. طيب يبقى في نهاية عام 2009 اتضح أن رقم الطلب الفعلي 50 وحدة. ظهرت النتيجة، فرقم الطلب الفعلي لعام 2009 50 وحدة. احسب رقم الطلب المتوقع لعام 2010. طبعا برضه باستخدام ثلاث فترات متوسط متحرك. طيب لما نحسب الطلب المتوقع لعام 2010 باستخدام ثلاث فترات يبقى هناخد 2009 زائد 2008 زائد 2007 ونقسم على 3. عملنا ايه؟ اسقطنا الاقدم ودخلنا الاحدث. ما هو عشان قايل يا اخت نجوى في المطلوب الاول باستخدام ثلاث فترات، والمطلوب الثاني يا اخت نجوى هو امتداد للمطلوب الاول. يا اخت نجوى المطلوب الثاني هو امتداد للمطلوب الاول، واضح؟ تعالوا بقى كده نحسب المطلوب الثاني. او اثنين بتطبيق معادله المتوسط المتحرك البسيط. يتضح ان ميم بار 2010 تمام سهله الحمد لله. ميم بار 2010 بتساوي شاطة كف البسط فوق ف 2009 زائد ف 2008 زائد ف 2007 على نون. ف 2009 50، ده هو الدهاني معطى، لازم ف تبقى معطى، زائد ف 2008 من الجدول 26 زائد ف 2007 44، ده كله مقسوم على 3 يطلع ميم بار 2010 كام؟ 40 واحد. 40 واحد. ده بالنسبة للمطلوب في هذه الحلقة، والأمر سهل وبسيط. هل حد عنده أي إشكاليات؟
ايوه، ما هو الفعلي معطى، تمام الحمد لله، الفعلي معطى 50. خلي بالكم، الحمد لله، الحمد لله ان هي واضحه. خلي بالكم من النقطه يا جماعه، خلي بالكم، الفعلي بتاع 2009 معطى 50. واحد يقول طب احنا جبنا في المطلوب الاولاني 51 33%، اقول لك دي المتوقع بتاع 2009. خلي بالكم اللي انتوا جبتوه في، يا جماعه اللي انتوا جبتوه في المطلوب الاولاني ده المتوقع بتاع 2009، ال 51 33% ده المتوقع، لا مش تقريبي، متوقع، اسم ما اسموش تقريبي يا نايف، ده متوقع. وبعدين الفعلي هو الدوري 50، هل بالضروره ان الفعلي يساوي المتوقع؟ لا، ازاي في المطلوب الاولاني المعطى ليس بالضروره ان الفعل يساوي المتوقع يا جماعه، لان بيبقى فيه قدر من الخطا في التنبؤ وقد يساويه في بعض الحالات، خلي بالكم. بس ايا كان لازم الفعل يكون معطى، لازم الفعل يكون معطى. لذلك قال في المطلوب الثاني ايه؟ في المطلوب الثاني اهو قال ايه؟ في نهايه عام 2009، يبقى هيكلمني فعلي. اتضح ان رقم الطلب الفعلي 50 وحده، لازم يقول لي كده، احسب رقم الطلب المتوقع لعام 2010. يا جماعه خلي بالكم، يا جماعه خلي بالكم، اللي احنا لا يا اختي الفاضله، ده المتوقع بتاع 2009. مفيش متوقع بيستخدم للوصول للمتوقع. الفعلي يا اختي مريم هو اللي بيستخدم للوصول للمتوقع. ما فيش متوقع يبنى على متوقع، ده انا بتكلم طبعا في المتوسط المتحرك البسيط، في طريقه المتوسط المتحرك البسيط ما فيش متوقع يبنى على متوقع، المتوقع يبنى على الفعل في طريقه المتوسط المتحرك البسيط. لا ما احنا خلصنا يا اخت اشواق، احنا خلصنا حضرتك، انا بشرح لكم وبرد على اسئلتكم. ما هو طالب الفتره السادسه يا شهد، يا شهد هو طالب الفترة السادسة يا شاهد، هو اداكي من 2004 ل 2008 خمس فترات، وطلب الفترة السادسة. طب بس خلينا طيب ماشي واضح. طب شاهد رد علي، استنوا هرد عليك على المتغير المستقل يا محمد يا خالدي، حاضر استنوا يا جماعة بس شاهد ترد علي. طيب وحضرتك ايه اللي انزعلك من باقي ربع ساعة؟ واحنا مش قاعدين بنتكلم ولا في الهلال ولا في النصر، احنا قاعدين بنشرح في المادة. يعني ايه اللي انزعلك ان باقي ربع ساعة برد على اسئلتكم واستفساراتكم؟ وانا عارف ايه اللي باقي لنا في المنهج وموزع الحلقات. يعني انا موزع الحلقات وماشيين كويس في المنهج، وهنخلص لقاءاتنا الحية قبل الميعاد اللي محدداه العمادة بمسافة معقولة كمان. خلاص يا جماعة، خلاص 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 يا أختي الفاضلة، الرد على الأسئلة والاستفسارات في اللقاء الحي أهم من الشرح. الرد على الأسئلة والاستفسارات أهم، لأن الشرح موجود في الحلقات التلفزيونية المسجلة، صح يا جماعة؟ لا ما تقلقيش حضرتك، ما تقلقيش، ده شغلي أنا، أنا موزع وعارف كل حاجة هلغيها، ما تقلقيش ما تقلقيش حضرتك، أنا مقدر قلقك وخوفك إن إحنا ما نخلصش، لا ما تقلقيش. لا ما فيش ولا تعصيب ولا حق، أنا بوضح لها يا جماعة. بوضح لها. إحنا ماشيين كويس جدا في المقرر بتاعنا والله، ومش متأخرين، بالعكس هنخلص قبل الميعاد المحدد بالعمادة بأسبوع كمان، بس ادعوا لنا كده إن ربنا يبعد عننا شر الإشكاليات التقنية بس. والأمور تمشي كده في سلاسة. خير. طيب الاخ اللي كان بيسال، محمد الخلدي كان بيسال على المتغير المستقل. بص يا محمد يا خلدي، طبعا اللي بيسال على معلومه زياده انا لازم اقولها له برضه، خليكم معايا ان شاء الله ان شاء الله يا نايف. بصوا يا جماعه، بص المتغير المستقل هو ذلك المتغير الذي ينبح سلوكه من ذاته، عشان كده سميناه مستقل. اما المتغير التابع هو ذلك المتغير الذي يذبح في سلوكه سلوك المستقل، عشان كده سميناه تابع. معايا يا جماعه؟ ها واضحه؟ ايه هو المتغير المستقل؟ هو المتغير الذي ينبح سلوكه من ذاته، بنقول مستقل. اما المتغير التابع فهو الذي يذبح في سلوكه سلوك المستقل. طبعا خلي بالكم
ممكن يكون المتغير التابع والمستقل في موقف معين، لازم تقوله دايما في موقف معين. يعني الاخ نايف المطيل، الاخ نايف المطيل، خلي انا اوضح لكم بس، اسمعوا بس كلامي بس. الاخ نايف المطيل والاخ محمد الخلدي والاخ عبد الله الشيخ، كلكم على عيني وراس، كلكم على عيني وراس. طيب هو دلوقتي في اللقاء الحي هو طالب وانا استاذ، صح؟ هو في اللقاء الحي هو طالب وانا استاذ، ففي هذا اللقاء الحي انا اصنف، انا الاستاذ اصنف انني متغير مستقل وهو متغير تابع، صح؟ فانا اقول له يا محمد يا خالدي احنا هناخد النهارده كذا، خلاص اظبط دي اعملها كذا، خلاص خلي بالك من كذا، خلاص دايما هو بيسمح كلامي ولو حق التعليق وانا اوضح ما فيش مشكله. طب بس استني بس يا اشواق، حاضر استنوا بس يا جماعه، حاضر. لا يقطع الفاضل، طب اقطع بس كلامه وارد على اشواق. هو قال الفتره السادسه يا اشواق، لان هو عد من 2004 ل 2008 خمس فترات. عدي معايا كده يا اشواق، استنوا بس يا جماعه، استنوا بس، عدي معايا كده يا اشواق. 2004 1، 2005 2، 2006 3، 2007 4، 2008 بتاع ده 5، وبعدين طلب للفترة السادسة اللي هي طلعت 2009. انت معايا يا اختي اشواق؟ هو اداك، استنوا بس يا جماعة، استنوا بس عشان ارد عليها لان دي مهمة جدا. هو يا اختي الفاضلة اداك خمس فترات، 2004 2005 2006 2007 2008 1 2 3 4 5، وطلب للفترة السادسة، وطلب للفترة السادسة، يبقى الفترة السادسة هي 2009 يا اشواق. فهمتي؟ واضح حضرتك ولا مش واضح؟ ارجو ان الامور تكون واضحة. طيب نرجع بقى للمتغير خلاص خلاص فهم. نرجع بقى حضراتكم استنوا بس عليا. نرجع للمتغير المستقل والتابع. فاحنا في اللقاء الحي، في اللقاء الحي انا الاستاذ، انا مستقل، والطالب هو تابع. دايما الطالب في اللقاء الحي بيسمع كلام الاستاذ وبيمشي ورا الاستاذ، ودي مش عيبه. يعني كلمه متغير تابع مش عيبه، وكلمه متغير مستقل مش ميزه يعني، لا هو وصف للعلاقه. بس لازم تقوله في موقف معين، لازم تقوله في موقف معين. يبقى محمد شاهين، محمد شاهين مستقل، وعبد الله الشهري تابع في موقف تعليمي في عمادة التعليم عن بعد. لان لو اتغير الموقف ده شرح عام، والله يا اخت الشهود والله شرح عام عشان افهمه بس الكلام ده حضرتك، يعني انت مش مطالبه بيه. لان لو اتغير الموقف ممكن تتغير العلاقه. تعالى بقى حضرتك اسمعوني بس للاخر يا جماعه، اسمعوني بس للاخر. تعالوا نفترض جدلا، ده كلام افتراضي، انا ما اعرفش حد منكم، ويشرفني طبعا ان انا اعرفكم كلكم، بس حقيقيا ما اعرفش حد منكم. تفترض ان محمد شاهين ده يعرف عبد الله الشهري، ومحمد شاهين هو مقيم مصري جاي جديد مثلا، انا طبعا مش جديد ولا حاجه مثلا، فيقوم يسال عبد الله في كل حاجه. انا عاوز اجر شقه يا عبد الله، اجرها فين؟ انا عاوز اشتري عربيه يا عبد الله، عربيه اشتري منين؟ انا عاوز كذا يا عبد الله، اروح فين؟ هذا موقف اخر، اتعكست العلاقه، اتعكست العلاقه. بقى عبد الله بصفته مواطن سعودي مستقل، ومحمد بصفته مقيم مصري تابع، لان الموقف اختلف. تمام؟ واضحه يا جماعه ولا مش واضحه؟ يا جماعه بلاش التعليقات اللي بره الموضوع، والله انا ببذل جهد عشان اوصل لكم المعلومه. فلازم نقول ده مستقل وده تابع في موقف معين، لان لو الموقف اختلف، لو الموقف اختلف قد تختلف العلاقه. زي الموقف هو بتاع عبد الله الشهري ومحمد شاهين، اظن واضح. بقى لنا حوالي 7 دقائق. طب الحمد لله يا روس، الحمد لله انه واضح يا روس، والامثله بتثبت المعلومه يا روس. لا مش هتلاقيه عندك يا مريم، ده شرح زياده يا مريم. يا جماعه انتوا موجهين دايما بالاختبار، الاختبار فيما هو بين يديك،
يا جماعه انتوا قلقانين من ايه؟ لكن انا لازم ارد على الاستفسارات. الاساس في اللقاء الحي ان انا ارد على استفساراتكم. ماشي يا جماعه، واضح؟ مش خارجي ولا حاجه يا نوره، مش شرح خارجي، مزيد من التوضيح، مزيد من التوضيح. لكن انا الاختبار مش هيخرج عن الكلام اللي ما بين ايديكم. بقينا حوالي ست دقايق ارغم، اسالوا في اي حاجه. بقينا حوالي ست دقايق اسالوا في اي حاجه. ونحرص على حضور اللقاء الحي القادم طبعا من البدايه، لان في البدايه هناخد الطريقه اللي هي الاسيه او طريقه التمهيد الاسي، وهي عمليه. طبعا انا انصحكم يا جماعه ترجعوا، لا ما فيش حاجه اسمها مراجعه، كل اللي بنعمله ده اسمه مراجعه. وانصحكم يا جماعه انكم ترجعوا للحلقات التلفزيونيه المسجله. عشان الاجزاء العملي مشروح فيها شرح تفصيلي. انصحكم يا جماعه انكم ترجعوا للحلقات التلفزيونيه المسجله، لان هي الحاجات العملي مشروحه شرح تفصيلي، عشان ما نبداش يعني اللقاء الحي من الصفر. والله لما تكون انت في الحلقات التلفزيونيه المسجله يعني فهمت معظم الامور كويس. طيب الحمد لله، الحمد لله. طيب بقى لنا يا جماعه حوالي 5 دقائق الاخوه والاخوات، بقى لنا 5 دقائق. شوفوا انتوا عاوزين اي سؤال او اي صف في اي جزء، يعني انت تقدر تعتبر يعني بالتقريب كده يعني 40% عملي 60% نظري مثلا، يعني مثلا مش بدقة بالغة، يعني 40% عملي 60% نظري. بقى لنا 5 دقايق يا جماعة، لو لكم أي سؤال أو أي استفسار اتفضلوا. في أي جزء من أجزاء المقرر لو لكم أي سؤال أو أي استفسار اتفضلوا. في أي جزء من أجزاء المقرر إن شاء الله موفقين، إن شاء الله موفقين. هيا الإخوة والأخوات ردوا عليا، باقي أقل من 5 دقايق أهو، لو لكم أي أسئلة أو أي استفسارات. الإخوة والأخوات باقي أقل من 5 دقايق، لو لكم أي أسئلة أو أي استفسارات. في أي جزء من أجزاء المقرر، في أي جزء من أجزاء المقرر. هي الحين انت دكتور كتبت الاسئله ولا باقي؟ معلش على السؤال، احنا بنسلم الاسئله للعماده. صوتي عالي والله، صوتي عالي. بنسلم الاسئله للعماده تقريبا في بدايه الفصل. طب الحمد لله كل شيء واضح، الحمد لله. الاخت اللي بتسال عن الاسئله بنسلم الأسئلة في بداية الفصل. ربنا يوفقكم إن شاء الله. أما الأخ أو الأخت اللي بيسأل متى الاختبار، راجع حضرتك التسجيل بتاعك، يعني أنا الاختبار النهائي ما بيكونش عندي فكرة عن موعده، أنا بتجيني رسالة قبلها. عوامل إيه لرؤوس أقلام؟ كل يا اخت ما تحيريش نفسك يا اخت مريم، كل ما هو مقرر فلازم تكوني عارفاه كويس، سواء عناوين او تفاصيل، عشان حضرتك ما تساليش على نقطه نقطه. يا اخت الفاضله عشان ما تساليش على نقطه نقطه، كل ما هو مقرر انت مطالبه بيه. حاضر يا محمد، حاضر يا محمد، ارد عليك. يا اختي كل ما هو مقرر انت مطالبه به سواء عناوين او تفاصيل، ومعرضه للسؤال فيه سواء عناوين او تفاصيل.
يا أخ محمد، هو قديما كانوا بيسموها إدارة الإنتاج، وبعد كده سموها إدارة الإنتاج والعمليات. كانوا بيسموها إدارة الإنتاج يا محمد لأن الاقتصاد زمان كان موجه بإنتاج السلع غالبا. دلوقتي حضرتك هو بإنتاج السلع وتقديم الخدمات، صح؟ فقالوا لفظ الإنتاج ده مناسب للسلع، ولفظ العمليات ده مناسب للخدمات، فنسميها إنتاج وعمليات. وبعض الكتابات الحديثة يا محمد يا خالدي بتقول إن هي، طب ما هي إنتاج السلع برضه عمليات، ماشي. فبعض الناس بيسموها إدارة العمليات، وحتى هنا هتلاقي في الجامعات السعودية بعض الجامعات بتسميها إدارة العمليات. قديما كانت إدارة الإنتاج، وبعدين إدارة الإنتاج والعمليات، وحديثا إدارة العمليات. واضح يا أخ محمد يا خالدي؟ طبعا دي برضه حاجة عامة في المقرر. طبعا أوشك وقت اللقاء أن ينتهي جميع الإخوة والأخوات. لا يا محمد يا خالدي، في صعوبة في تقديم خدمة نمطية. أنت ارجع كده حضرتك اللي إحنا درسناه، في صعوبة في تقديم خدمة نمطية. ده في الكتب يقولوا في صعوبة، وفي الواقع العملي في استحالة يا محمد يا خالدي. نمطية يعني صورة طبق الأصل. مش أنت عارف يا محمد يا خالدي النمطية في حالة السلع؟ يعني بص يا محمد، يعني الايفون 11 برو 256 جيجا الذهبي ممكن ينتجوا منه ملايين ولا لا؟ ممكن ينتجوا ملايين. ده نمطي. هو ايه النمطي بقى يا محمد؟ اللي هو الايفون 11 برو 256 جيجا الذهبي، ده نمطي. لكن لو اللون اختلف يبقى هيؤدي الى كسر النمطيه. وبالتالي النمطية ممكنة في حالة السلع يا أخ محمد، ولكن صعبة جدا في حالة الخدمات. ده في صعوبة في الكلام النظري، لكن في الواقع العملي أقول لك برضو إن من المستحيل أن تقدر خدمة إيه نمطية، لكن نظريا هنقول في صعوبة. طيب كده انتهى وقت اللقاء الإخوة والأخوات، بأشكركم جميعا، ونلتقي في اللقاء الحي القادم إن شاء الله في المواعيد المعتادة، اللي هو يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. لا، ما تقدرش تقول روتين الأداء اللي ما بيتغيرش نمطي، لا ما تقدرش تقول كده. شكرا ليكم، تصبحوا على خير، ونشوفكم إن شاء الله في اللقاء الحي القادم يوم الأربعاء في نفس الموعد. تصبحوا على خير، مع السلامة.